السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. من خلال هذه الحلقة غادي نهضر لكم على المشكل اللي عندكم انتوما الى حدود الان في اللغة العربية خصوصا. يعني كنتلقى واحد العداد من الأسئلة اللي الى حدود الان مازال تالفين في اللغة العربية، ما عارفين واش يشدوا النص النظري واش يشدوا النص التطبيقي، شنو هو الفرق ما بين النص التطبيقي والنص النظري، شنو هما الاتجاهات الادبيه اللي هما متبوعين بها في الامتحان، شنو هما المقدمات اللي خاصهم يحفظوا، شنو هما عدد بزاف من الاسئله كنتوصل بها. اذا فبالتالي هذا الفيديو هذا غادي يجي في هذا السياق هذا. كاين فيكم الناس اللي مازال ما طلعتش على اللغة العربية؟ كنتمنى والله كنتمنى من الأعماق ديالي أن هاد الناس هاد تكون يعني ضبطات المواد الأخرى، تكون سالات المواد ديالها، سواء يعني المتمدرسين اللي يعني تابعينهم الفلسفة والاجتماعيات والإنجليزية والعربية طبعا، أو الناس ديال يعني الأحرار اللي عندهم الجهوي وتابعهم الوطني. اذا حقيقه كنتمنى على ان العربيه تكون هي الاخرى. هذاك الشيء علاش يعني كيطرحوا عليا هذاك النوع ديال الاسئله. اذا هذا الفيديو كيجي في ذاك في هذا السياق اللي انا طرحت لكم. الاخوان العربيه سهله بزاف، وسهله بزاف باش تجيبوا فيها انقطاط اللي تكون انقطاط يعني مزيانه. علاش ها انتم غادي تشوفوا معايا علاش هاد الشيء اللي قلت لكم دابا. اذا كما كتعرفوا على ان العربيه اللي هي شعبه الادب والعلوم الانسانيه كتنقسم من جوج ديال المسالك. فيها المسلك ديال العلوم الانسانيه اللي كيكون المعامل ديالو ربعه، ربعه. اسمحوا لي اخواني الا كنت كنهضر بصوت مرتفع غير حيت باغيكم تجيبوا النقط، عباد الله ما تضيعوش النقط في العربيه. اذا في الدوره العاديه الاخوان سيروا ركزوا على النص النظري. في الدوره العاديه المسلك ديال العلوم الانسانيه سيروا ركزوا خلال الدوره العاديه على النص النظري، ما تبقاوش تدوروا هان غنشد شويه نص تطبيقي شويه نص نظري وفي الاخر ما كتلقاوش شادين حتى حاجه، لا نص تطبيقي ولا نص نظري. سيروا ركزوا بنسبه كبيره على النص النظري، وراه النص النظري وسهل بزاف بالمقارنه مع النص التطبيقي. وعباد الله كتكون عندكم انتم المعامل ربعه وما تجيبوش فيها النقطه، راه اسمحوا لي راه ما كيتقبلاش العقل هذه نهائيا. اما فيما يخص الدوره الاستدراكيه فعندهم كتحط لكم النص التطبيقي. النص التطبيقي شيئا ما كيكون يعني صعيب بالمقارنه مع النص النظري، لكن الا تمررتي يعني خدمتي واحد سته النماذج او سبعه النماذج ديال الامتحانات وخدمتيهم طبعا وصحوا معك شي استاذ او لا غير بيناتكم انتما شي يعني شي واحد كيفهم مزيان الا غير ذلك، فاكون اكيد على انك غادي تضبط يعني هذا النوع من هذا النص هذا. اما يعني المسلك ديال الاداب فكيكون المعامل ديالهم ثلاثه، او في الدوره العاديه كيعطيوهم النص التطبيقي. اخوان راه ماشي قلت لكم النص التطبيقي صعيب ويعني صافي راه درت لكم التعجيز وما تخدموش، لا بالعكس كاينين تلامذ اللي الحمد لله كتلقاهم كيضبطوا يعني المنهجيه ديال النص التطبيقي وكيخدموا عليه باحسن بكثير من النص النظري. علاش قلت لكم انايا النص التطبيقي؟ تنهضر على الناس اللي ما خدماتش نماذج الى غير ذلك، لان في احياء النموذج وفي سؤال احياء خصوصا احياء النموذج لان كتكون فيه اللغه صعيبه شويه الى غير ذلك، كيكون وباش كتكون صعيبه باش تخرجوا الافكار المعاني يعني الوارده في النص الى في القصيده. هذا الشيء علاش شيئا ما كيجيكم يعني وما كتفهموش، شيء علاش كيجيكم النص التطبيقي في الشعر شيئا ما صعيب. ولكن الاخوان الا خدمتي المره الاولى والمره الثانيه، المره الاولى تغلط المره الثانيه شويه مره الرابعه غادي وكتحسن. كون اكيد تخدم واحد سته النماذج او سبعه النماذج، اقسم لك يمينا وتنحلف لك تنقسم لك بالله العلي العظيم حتى تولي كتضبط هذا النص التطبيقي اللي هو تخلعكم. اما ما يخص يعني في الدوره الاستدراكيه فتعطيوك النص النظري. النص النظري فهو بسيط للغايه. علاش النص النظري؟ حيت كتكون عنده منهجيه وحده ديال النصوص كلها،
من 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 إحياء النموذج مرورا بسؤال الذات، تكسير البنية، تجديد الرؤية، القصة المسرحية، المنهج الاجتماعي، المنهج البنيوي، هادو كلهم عندهم منهجية واحدة فيما يخص النص النظري. إذا إلا خدمتي غير على واحد ثلاثة ولا أربعة ديال يعني الامتحانات أو لا يعني خمسة، فيعني لا خوف عليك في النص النظري. إخوان غنرجع لديك النقطة اللي قلت لكم علاش اللغة العربية سهلة. على سهلة لأن واخا يعني إلى ما جديش في الدورة في الدورة العادية، راه ماشي عيب الإخوان الناس اللي كتعطوها الدورة الاستدراكية، بالعكس يعني خصوصا كاين واحد لافونتاج ديال أنك يحتفظوا لك بأعلى نقطة، راه بإمكانك أنك في الدورة الاستدراكية تجيب النقطة اللي هي طالعة بزاف. اذا فبالتالي ما تبقاوش الاخوان تسمعوا لدوك الخطابات السلبيه اللي كيقول لك لا الدوره الاستدراكيه وكينشجعوا فيها غير قليل ولا لا يا خويا لا، نخدم ونتوكل على الله والحمد لله، وان شاء الله غادي يعني غادي تجيبوا النقاط اللي هي مزيانه ومشرفه في اللغه العربيه. اذا الاخوان كنتمنى على الناس اللي اول مره كتشوفني، كنتمنى على انها تشارك في القناه ثم تفعل الجرس باش يعني توصل بالجديد اللي انا كنحطو على القناه. والحمد لله يعني راه حطيت واحد العدد كبير من الفيديوهات هبطوا لتحت بالعناوين اللي باينه، ماشي عناوين مضلله، ماشي بحال دوك القنوات اللي كتلقى كيهضر لك يقول لك كيف تنجح في الموضوع كيعطيك لا علاقه، العناوين اللي واضحه وباينه، العنوان كيدي المحتوى، والمحتوى طبعا راكم يعني غتستافدوا ان شاء الله منه. وكنقول لكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم.